السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم ان شاء الله في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير باذن الله. كنرحب بالناس الجديده اللي اشتركوا معايا، وكنرحب بالناس اللي ديما اوفياء وديما راهم معايا. اللي كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وعلى كلامكم الزوين اللي كتصيفطوا ليا، سواء تعليقات على الفيديوهات او في الانستغرام. كنشكركم كاملين على كلامكم الزوين وعلى التشجيعات ديالكم، بارك الله فيكم. كنتمنى لكم الخير كامل ان شاء الله. المهم يا البنات، اليوم باذن الله حبيت نشارك معكم واحد المحل اللي كيتواجد في شارع جيش الملكين ناظور، ديال مفروشات كيف كتشوفوا عند الطلابط، وبزاف ديال الاختيارات كيف كتشوفوا معايا. المهم يا البنات، راه صورت لكم كلشي، داكشي اللي لقيتو عنده في هذا المحل. غادي نخليكم تسارعوا معايا في المحل، نكتشفوا الجديد جميع. واخر ما كاين في الطلابط كيف كتشوفوا، وحتى عنده يعني واحد الايطاج فيه غير هادشي ديال الطلاموت، وعنده البرومير ايطاج فيه الناموسيات وفيه الديكورات وفيه الماريويات عفوا. المهم يا البنات، بلا ما نطول عليكم، اجي نتسارعوا جميع في هذا المحل ونكتشفوا الجديد اللي كاين في داكشي ديال الطلاموت والديكورات. المهم خليكم معايا. كيف كتشوفوا هي البنات، باقي راني في داك المحل. الصراحه عنده حوايج زوينين بزاف، والثوب زوين، والاثمنه كتختلف كل حاجه وثمنها. المحل كيف ما قلت لكم كيتواجد في رجل الملكي. اللي بغات شي حاجه تقدر تجي عنده وتسولو، هو يقدر يفيدكم على الاثمنه ديال الطلمط وديال كل نوع الثمن ديالو. المهم يا البنات، انا ما عليا غير نصور لكم الجديد اللي كاين وتشوفوا الحوايج اللي عندهم. صراحه كاليتي ديال الثوب زوينه بزاف، وعنده بزاف ديال الاختيارات، وكيديروا حتى هاد بحال السيجورات بحال هكا. المهم راه كاين بزاف ديال الاختيارات، والفيديو راه فيه كلشي. بعد ما صورت لكم الجهه اللي فيها الطلامط، دابا راني لتحت وجيت نصور لكم هاد الطوابل هادو، هاد الديكورات وهاد الناموسيات اللي كاينين. صراحه كاين عنده بزاف ما يتشاف هنايا. المهم جيت سارا ونشوفوا الناموسيات الجديد اللي فيهم، وحتى الطوابل وحتى الديكورات اللي كاينين هنايا. وعندو الصراحة مريض زوينين بزاف، يعني ديال هاد الوقت هذا، فيهم ديكورات زوينين والجديد اللي كاين فيهم لكم معايا.
كيف كتشوفي البنات المحل كبير ما شاء الله وفيه بزاف ما يتشاف. انا باقا عجبوني الصراحه، انا باقا كنصور في هاد الناموسيتو حتى هاد الطواب هادو اللي كيمشيو هكا كيرافقوا الناموسيه كيف كتشوفوا. المهم راه الديكورات عنده الصراحه ما شاء الله زوينين بزاف، وكاين فيهم الالوان يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو، كل واحد شنو كيعجبو. المهم يا البنات، الجولة ديالي في هذا المحل هذا ها هي سالات، كنتمنى تكون عجبتكم وقربتكم اكثر على الجديد اللي كاين عندهم في هذا المحل هذا. اما بخصوص الاثمنه راه كيف ما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الحوايج، ما نقدرش نسول على كل شيء، ومن الاحسن اللي بغات شي حاجه تقدر تجي عندهم وتواصل معهم، هما غيفيدكم اكثر مني في هذا الشيء ديال الاثمنه. وهي الواجهه ديال المحل على برا، راه عندهم هذا السجور هذا كيبان هكا من الزاج على برا تشوفوا. المهم كيف ما قلت لكم المحل راه شارع الجيش الملكي. المهم يا البنات، كنتمنى تكون الجوله ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، وكنستنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم بحال ديما اللي كنشكركم عليهم بزاف. والى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.